السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نتحدث عن التوقيت الذي يجب لك أن تقوم بشراء فيه التشكيلة الخاصة بك. يعني الكثير من الأخوة بالأمس سألوني هل نشتري التشكيلة الخاصة بنا أم ننتظر قليلا. لذلك في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مختلف الأحداث، سوف نتحدث عن البطاقات الجديدة التي نزلت معنا في حدث الذكرى السنوية ومقارنة بها بباقي البطاقات الموجودة معنا سابقا يا شباب. كذلك سوف أحاول ترقية بطاقة كنفر الخاصة بي، يعني أعتقد أنني أمتلك البطاقة الخاصة به في اللون البنفسجي، لذلك سوف أحاول ترقيتها للون الأحمر ببطاقة واحدة من بطاقة مسكران، وأدعو لأن تنجح الترقية. لذلك قبل الفيديو شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الصلاة على أشرف خلق محمد عليه الصلاة والسلام، وخلونا ننطلق مباشرة يا شباب. أول شيء ضروري نتحدث عليه شباب هو المقايضات أو الباكجات الموجودة معنا في الوقت الإضافي أساطير. بالنسبة لهذه الباكجات فهي لم يتبقى لها إلا القليل حتى يتم تحديد معنا الباكجات الأسطورية. سوف تكون معنا الباكجات في هذا المكان بأوفر 101 و103 شباب. بالنسبة لبعض الإخوة الذين يسألونني هل سيستمر معنا نفس التوكن أم لا يا شباب، فبالنسبة فسوف أعطيكم فقط اقتراحي ليس ولا شيء رسمي. بالنسبة للتوكن الخاص بالمقايضات فأعتقد أنه لم يتم تغييره يا شباب. لماذا؟ لأنه قد تحدثت معنا هذه المقايضات حوالي مرتين، وفي كلتا المرتين لم يتم تغيير هذا التوكن يا جماعة. لذلك على الأغلب سوف يبقى معنا نفس التوكن. فأنا عن نفسي يعني لم أقم بعمل المقايضات الخاصة بالتوكن، كما تلاحظون لدي فقط 35 نقطة وأمتلك لاعبين 96 و97، لذلك لم أحاول عمل هذه المقايضة فقط لأتجنب أي مشكل يمكن أن تضعه لنا في اللعبة يا شباب كما تعلمون. فيعني هنالك احتمال تغيير التوكن، لكن احتمال قليل جدا يا شباب، لكن على الأغلب سوف يستمر معنا نفس التوكن يا شباب. كذلك إذا كنتم لم تفتحوا بعد المقايضات الخاصة بالديفيجن رايفلز فأنصحكم يا شباب أن تفتحوا هذه المقايضات، خصوصا وأن الأسعار لا زالت مرتفعة في اللاعبين. لذلك حاولوا أن تفتحوا الباكجات وأن تبيعوا اللاعبين قبل نزول المقايضات الخاصة بالديفيجن أو بالوقت الإضافي يا جماعة. لذلك يعني حاولوا أن تفتحوا هذه الباكجات وتبيعوا اللاعبين إذا حصلتم على لاعبين، لأنه بعد نزول المقايضات الخاصة بالوقت الإضافي يا شباب سوف يتم إضافة لاعبين جدد، وبالتالي يعني الأسعار سوف تنخفض. يعني سوف نتحدث عن كل شيء في هذا الفيديو شباب. كذلك هنالك حديث عن نزول التوكن الخاص بتغيير الاسم غدا يا شباب. والله يعني الكل متحمس من اجل تغيير الاسم الخاص به يا شباب، خصوصا وانه سوف يكون بحوالي 200 اف سي بوينت، يعني تقريبا ب 20 درهم مغربي يا جماعه. لذلك نتمنى فقط ان تكون هنالك بطاقه مجانا نحصل عليها جميعا، على الاقل ان تكون بطاقه واحده حتى نستفيد من تغيير الاسم الخاص بنا يا شباب. لذلك خلونا متفائلين مع شركه اي اي يمكن ان تعطينا هديه يا جماعه. لذلك الان خلونا نتوجه اول شيء للسوق من اجل استعراض البطاقات الخاصة بالذكرى السنوية. هل نقوم بشراء البطاقات الخاصة بالذكرى السنوية أم لا يا شباب؟ فالكل يعلم أن هنالك مشكل، يعني هنالك الكثير من البطاقات التي لا تظهر معنا. على سبيل المثال خلونا نبحث عن الحراس الذين نازلين معنا، خلونا نشوف الحراس الموجودين معنا في حدث الذكرى السنوية، نشوف هل هنالك بطاقات جديدة في كل الحراس أم لا يا شباب. كما تلاحظون ظهرت لي بطاقة واحدة يا شباب، هي البطاقة الخاصة من هو هذا الحارس راجكوفيتش يا جماعة. خلونا نشوف هذا الحارس من هو، بأوفر 97 طوله متر 91. سعر هذه البطاقة رخيص جدا يا شباب، ولو ان عليها طلبات كثيرة يا شباب، لكن المشكل هو ان باقي الحراس لا يظهرون، خصوصا بطاقة ياشين وكذلك البطاقة الخاصة ببوفون. خلونا نزيل البرنامج ونشوف الحراس. كما تلاحظون ظهر لنا ياشين، اما بالنسبة للبطاقة الخاصة ببوفون فلا تظهر يا شباب. خلونا نشوف اسعار اللاعبين. كما تلاحظون فتقريبا كل البطاقة الخاصة باوفر 101 و102 و103 الخاصة بحدث الذكرى السنوية فبالنسبة الي فلن ينخفض سعرها الا بعد يومين يا جماعة. كما تعلمون يعني بمجرد نزول الحدث ما عليك سوى انتظار 3 أيام عندما يصل السعر الخاص بأقصى شيء يا شباب. كما تلاحظون هنا بالنسبة لبطاقة ياسين فيعني أصبح السعر حوالي المليار يا جماعة، سوف يزيد 100 مليون أخرى بعد ذلك، سوف يبدأ في الانخفاض يا جماعة. كل البطاقات الجيدة الخاصة بالأحداث سوف تجدها دائما عند نزولها تقوم بثمنها بالارتفاع الارتفاع الارتفاع إلى حين أن تصل للحد الأقصى الخاص بهذا السعر، حيث لا يستطيع ولا واحد أن يشتريه بها، ثم بعد ذلك تبدأ البطاقة في الانخفاض يا جماعة. غالبا يمنع
منحوا كل البطاقات بأوفر 103 يومين أو 3 أيام منذ الآن، وسوف يصير سعرها بدأ ينخفض يا جماعة. خلونا نتأكد من بطاقة بوفون بالنسبة لبطاقة بوفون، أو هناك مجموعة من البطاقات لا تظهر في الماركت، بالتالي ما عليك سوى أن تكتب الاسم الكامل الخاص بها يا جماعة. خلونا نكتب اسم بوفون يا شباب على هذا الشكل، أعتقد بأو وكذلك إن في الآخر يا شباب على هذا الشكل. خلونا نشوف هل ستظهر بطاقة بوفون. نعم كما تلاحظون سعرها رخيص مقارنة ببطاقة ياشين، وتقريبا يعني منذ الأمس وأنا أحاول شراء هذه البطاقة، فصعب جدا أن تشتري مثل هذه البطاقة، لذلك سوف أنتظر بعد الأيام حتى أقوم بتجربتها لكم يا شباب. لذلك كما قلت لكم يا شباب ما عليكم سوى الانتظار في كل البطاقات الجيدة معنا، خصوصا البطاقات التي هي بأوفر 103 و102، فمن الصعب أن ينخفض سعرها الآن، ما عليك سوى انتظار بعد الوقت. خلونا نحدد هنا 101 وكذلك في أقصى أوفر، ونشوف البطاقات التي ظاهرة معنا بأوفر 101 كما تلاحظون. يعني السوق خربان، أعتقد أنه يوم الخميس سوف يتم تحديد كذلك السوق وحل كل المشاكل الموجودة معنا. فمثلا بالنسبة لبطاقة إندريك يا جماعة، لو اشتريتها بالترقية البنفسجي يمكن أن تحصلها، سوف تحاول ترقيتها ب 15 مسكرانو، كذلك يمكن أن تصرف يعني مسكرانو واحد حتى ترقيها للترقية الحمراء، ومسكرانو واحد حتى ترقيها للترقية البنية، لكن يلزم أن يكون حظك أسطوري ببطاقتين مسكرانو، سوف تكسب من خلالها 300 مليون. لكن كما قلت لكم فالسوق يعني مدمر بشكل كبير، لذلك خلونا نتوجه للمصابيح حتى نطلع على كل البطاقات الموجودة معنا. فكما قلت لكم فبالنسبة لكل الأحداث التي نزلت معنا سابقا، فيعني لا بطاقة لامين، لا حتى البطاقة الخاصة بجابي، لكل البطاقات الموجودة، خصوصا وأن مركز الـ RW نزلت فيه بطاقات أسطورية جدا يا شباب. تقريبا كل البطاقات التي نزلت في مركز الـ RW تراها متكاملة، خصوصا من حيث القدم الأصلي يا جماعة. ولو اطلعنا على سعرها كذلك سوف تجد نفس المشكل، كلها سعرهم مرتفع، لكن امنحها فقط يومين سوف تنخفض. أما بالنسبة لباقي البطاقات الموجودة معنا يا شباب، خلونا على سبيل المثال نبحث عن مركز CM يا شباب. فبالنسبة لبطاقة زيدان أعتقد أن كانت ب 500 مليون، الآن يعني بدأ سعرها يرتفع يا جماعة، كما تلاحظون حوالي 100 مليون كفارق يا شباب. بعد أن كانت ب 500 نزل سعرها لل 400، ثم بعد ذلك ارتفع يا شباب، بدأ يرتفع سعرها. كذلك البطاقة الخاصة بسافيتش يا شباب بدأ سعرها في الانخفاض، لكن على الأغلب سوف يرتفع كذلك سعره، أعتقد أن سعرها لن ينزل على ال 120 مليون يا شباب. كذلك بالنسبة للبطاقة الخاصة بتوري فهي بطاقة أسطورية جدا يا شباب. يعني كل البطاقات كما قلت لكم سابقا بدأ سعرها ينخفض، لكن كونوا على يقين أن سعرهم سوف يرتفع مجددا يا شباب. لذلك قلت لكم بالأمس التعليقات، يعني جاوبت على بعض الإخوة الذين يسألونني هل نشتري التشكيلات، هل نشتري البطاقات الخاصة بنا؟ أكيد يا أسطورة، حاول أن تشتري البطاقات الخاصة بك الآن، لكن باستثناء البطاقات الموجودة في الأحداث الجديدة لا تشتريها الآن، حاول أن تنتظر بعد الأيام حتى ينخفض سعرها. مثل البطاقة الخاصة بمطويدي كما تلاحظون سعرها حوالي 116، بالتالي سعر هذه البطاقة بدأ ينخفض يا جماعة، كما لاحظتم قد وصل إلى 144، غدا سوف تجد هذا السهم قد انخفض، بالتالي أصبح سعرها حوالي 116 مليون، خصوصا وأن بطاقة مطويدي يعني لا أحد يحب أن يلعب بهذه البطاقة، هناك الكثير من البطاقات في مركز CM، مثلا بطاقة زيدان وبطاقة سافيتش، من الصعب أن يقوم أو أن ينزل سعرهم بشكل كبير في الماركت. لماذا؟ لأنهم أكيد هم البطاقات المتكاملة في هذا المركز. نفس الشيء بالنسبة لبطاقة مودريتش وكذلك البطاقة الخاصة بزيدان يا جماعة، فكل البطاقات يعني بالأمس يعني أو يعني كما قلت لكم بالأمس بدأ سعرها ينزل، أما الآن فيعني أصبح عليها طلبات، بالتأكيد سوف يرتفع سعر كل البطاقات الموجودة معنا. لذلك كما قلت لكم يا شباب، إذا كنت يعني محتاج أي لعب من أي حدث في أي مركز، حاول أن تشتري البطاقات. لكن بالنسبة للأحداث التي نزلت معنا بالأمس، خصوصا حدث الهيرو وكذلك حدث التكر السنوي يا شباب، حاولوا أن تتجنبوا شراء هذه البطاقات، لأن سعرها لا زال سينخفض يا شباب. دون أن ننسى أنه لم يتبقى إلا القليل حتى ينزل معنا المقايضة الخاصة بالوقت الإضافي، فبالتأكيد السعر سوف ينخفض مجددا يا جماعة. لذلك وكخلاصة يعني في مركز CM، يعني هذا المركز يعني خلون أتحدث لكم، مركز حراسة المرمى، مركز CM، مركز الإستي، مركز LW، هذه الأربعة مراكز من الصعب أن ينخفض فيها سعر اللاعبين، لكن إذا انخفض مباشرة بعد يومين سوف تجد أن الأسعار بدأت ترتفع. لاحظوا فقط في مركز CM، لاحظوا كمية الطلبات في هذه المراكز، لاحظوا مثلا البطاقة الخاصة بلوبيز، يعني كلها عليها الطلبات يا شباب كما تلاحظون، كل هذه البطاقات الكل يحاول الآن شراء البطاقات بعدما رخصت. تخيلوا معي بطاقة فيرا 95 ب 14 مليون، بطاقة لامبارد يا شباب، البطاقة الخاصة بزيدان، البطاقة الخاصة بفيتينيا، البطاقة الخاصة بمودريتش، البطاقة الخاصة بزيدان، فكل هذه البطاقات تقريبا هي البطاقات الأسطورية. لازلت سوف أعمل لكم أفضل البطاقات في مركز CM، كونوا على يقين، أعتقد غدا أو بعد غد سوف أنزل هذا الفيديو. لكن إذا كنتم مهتمين بشراء البطاقات فحاولوا الآن شراء البطاقات الخاصة بكم حتى تقوموا ببناء التشكيلة الخاصة بكم يا شباب. Thank you.
والآن يا أصدقاء خلوني أقوم بترقية بطاقة كنفارو. يا ربي يا ربي أن تنجح معي يا ربي. كما تلاحظون أول شيء سوف نضغط على أولى البطاقات الخاصة بمسكرانو. يا ربي يا ربي أن ترقى معي يا جماعة. لاحظوا فقط الإنترنت والله شيء صعب صعب جدا أن أقوم بترقيته. يا ربي فقط ألا يظهر لي رسالة الخطأ وأخرج من اللعبة. خلونا نشوف. يا ساتر فشل. هل نعطيها بطاقة أخرى أم لا؟ والله سوف أعطيها بطاقة أخرى ونشوف هل ستحدث معي أم لا. يلا بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركة الله. يلا البطاقة الثانية. إذا لم تنجح سوف أعطيها بطاقة ثالثة ثم سوف أرى ما الذي سوف يحدث. الحمد لله الحمد لله. بطاقة كنفارو أصبحت معي بأوفر 105. والله هذا العملاق يستاهل يا شباب. خلونا نمنحها له في قلب الدفاع الجد يا جماعة لأنه يمنحها الإدراك والمراقبة والرأسية والقوة وردة فعل يا شباب. يعني خلونا نشوف كيف تصبح طاقات هذا العملاق يا جماعة. والله نجحت معي لكن الحمد لله يا شباب. خلوني أشوف الطاقات الخاصة بكنفارو عملاق الدفاع يا جماعة. ندخل للتفاصيل أو على الأقل خلونا نمنحها شوية تدريب يا جماعة. خلونا نخليها في 21 تدريب يا شباب كما تلاحظون ونشوف كيف سوف تصبح هذه البطاقة في الدفاع. يا ساتر على 149 في الدفاع يا جماعة. سوف يخارق جدا والله. يلزمني مدافع إلى جانب كنفارو لأن ريكارد يعني أحس أنه يعني بدنيا ضعيف ضعيف جدا ولو أنه سريع. يا ساتر يا جماعة 111 في الإيقاع، 130 في البدني، 149 في الدفاع. بطاقة أسطورية، بطاقة جبارة جدا في الدفاع. لذلك هذا كل ما كان معنا في هذا الفيديو شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.